الشبهة السادسة والأخيرة في باب دعاء غير الله، قصة أوردها ابن كثير في البداية والنهاية لما ذكر قصة الإمام أحمد بن حنبل، ذكر عن عبد الله ابن أحمد بن حنبل قال: سمعت أبي يقول، ده عبد الله ابن أحمد بن حنبل يحكي عن أبوه، يقول: حججت 5 حجج. انتبه للشبهة دي جيدا. منها 2 راكبا و3 ماشيا، فضللت الطريق في حجة وكنت ماشيا. ده الإمام أحمد ماشي على الحج في بعض حججه وراح في الطريق وكان ماشي بكرعينه. قال: فجعلت أقول لما راح في الطريق: يا عباد الله دلونا على الطريق. فلم أزل أقول ذلك حتى وقعت على الطريق، أو كما قال أبي، ورواه البيهقي في الشعب وعبد الله بن الإمام أحمد في المسائل الصفحة 217. طيب الجواب يا جماعة، أول حاجة نحن عندنا الدليل هو القرآن والسنة وأقوال العلماء وأفعالهم يستدل لها ولا يستدل بها. لماذا؟ لأن العلماء والفقهاء والأئمة وإن كانوا علماء لهم علينا حق الاحترام والتوقير، إلا أننا نعتقد جازمين كما علمونا هم أنفسهم أنهم غير معصومين. قال الإمام مالك: كل يؤخذ من قوله ويرد إلا صاحب هذا القبر، وأشار إلى قبر النبي عليه الصلاة والسلام. ده أول نقطة، نحن ما عندنا كلام عالم حجة بغير دليل من كتاب أو من سنة إلا إذا وافق الكتاب والسنة، ده واحد. ومن هنا تتضح الشبهة إنه إحنا أي عالم نحترمه، وإذا اجتهد وأصاب له أجرين عند الله إن شاء الله، وإذا اجتهد وأخطأ له شنو؟ أجر واحد. فهنا إن صح الإسناد عن الإمام أحمد فهو اجتهد فيه، وهو لم يقصد أن يستغيث بغير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله الذي هو الشرك بالله، لا. وهذا من باب إحسان الظن بالإمام أحمد، بعد ما بينا إنه إحنا ديننا بنأخذ من القرآن والسنة بفهم السلف فقط. لكن بعد ذلك نشوف الاعتذار للإمام أحمد، إحنا بينا مسألتنا إنه ما يجوز ندعو إلا الله. أما الاعتذار للإمام الجليل أحمد بن حنبل، العلماء أجابوا بأجوبة، منها قالوا: إن الإمام أحمد ربما، وده من باب إحسان الظن به، الواجب علينا أن نحسن به الظن لهذا الإمام العالم الجبل عليه رحمة الله، قالوا: لعل الإمام أحمد كان بصحح أثر عن ابن عباس، وأثر ابن عباس اللي حنقربه شوية هو صحيح كما صحه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة صحه، لكنه صحيح موقوف على ابن عباس ولم يثبت مرفوعا عن النبي عليه الصلاة والسلام أبدا. والأثر قال ابن عباس: إن لله تعالى ملائكة في الأرض سوى الحفظة. أهل الملائكة سوى الحفظة ديل في الأرض بيسووا شنو؟ يكتبون ما يسقط من ورق الشجر. مهمتهم، ربنا قال جعلهم في الأرض يكتبوا أي صفقة تسقط، أي ورقة بتاع الشجر في الدنيا دي كلها، يعني لافين في أي شارع تقريبا وفي أي طريق وفي أي مفازة وفي أي مكان، يكتبون هؤلاء الملائكة ما يسقط من ورق الشجر، فإذا أصابت أحدكم عرجة بأرض فلات فلينادي: يا عباد الله أعينوني. رواه البزار. فقالوا ربما الإمام أحمد كان بصحيح الأثر ده، فهنا نادى الملائكة الحاضرين الموجودين اللي هو كان بيكتب ما يسقط من ورق الشجر. ومعلوم إنه نداء الحاضر الحي القادر والاستغاثة به فيما يقدر عليه هو حاضر جنبك، ده ما شرك بالله. قال: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه. وكذلك الاستعانة بغير الله فيما يقدر عليه وهو حي وحاضر، ده ما شرك وده جائز برضو. قال تعالى: فأعينوني بقوة، فده ما في مشكلة.
أما الاستغاثة والاستعانة فيما لا يقدر عليه إلا الله واستغثت أو استعنت بغير الله، ده شرك بالله أكبر مخرج من الملة. أو استغثت أو استعنت بغائب، ده شرك أيضا بالله سبحانه وتعالى، لكن حاضر وحي وبيقدر يعمل الحاجة دي، فده ما شرك بالله سبحانه وتعالى، كما بينا في قوله تعالى فعينوني بقوة، وقوله تعالى فاستغاثه الذي من شيعتي على الذي من عدوي. فقالوا ربما الإمام أحمد كان بصحح الأثر ده، لكن الأثر هو عن ابن عباس موقوف، العلماء قالوا وليس له حكم الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام، يعني النبي ما قال الكلام ده قطعا، وما عنده إسناد مرفوع للنبي عليه الصلاة والسلام. وقالوا ربما ابن عباس نفسه تلقاه من مسلمة أهل الكتاب، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال وحدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج. فربما الإمام باجتهاده كان يرى الأثر ده صحيح، ودل الملائكة اللافين في الشوارع والطرقات يكتبون ما يسقط من ورق الشجر. عموما نحن ما مأمورين باتباع الإمام أحمد أو غيره في هذه المسألة، وبينا العذر الذي عذره به العلماء، إنما نحن مأمورون باتباع الكتاب وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. أضف على أن ابن كثير في البداية والنهاية ساق هذا الأثر بغير إسناد، يعني مش إسناده صحيح ولا ضعيف ولا غيره، لا بغير إسناد أصلا، فجابك حكاية بس حكيت، فالله أعلم بصحتها، فعل الإمام أحمد أو لم يفعلها، فإذا فعلها هذا اجتهاد منه، ونحن غير مأمورين باتباعه في ذلك، وإنما نحن مأمورون باتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وجوبا، كما قال تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا، وقال تعالى موجب علينا اتباعه صلى الله عليه وسلم من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا، وقال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا. وأخيرا اللولو بتاعت الصوفية دي كلها ويجيبوا الآثار الضعيفة والباطلة والمكذوبة الغير صحيحة عشان يجوز الشرك بالله ودعاء غير الله ودعاء غير الله سبحانه وتعالى. وربنا أمر أمر إن ندعوه براه في القرآن، قال تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين، وقال الله سبحانه وتعالى وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون، وجعل الله عز وجل كل من دعا غيره كافرا من الكافرين، فقال الله جل وعلا ومن يدعو مع الله إلها آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون، وجعل الله عز وجل دعاء غيره شركا، فقال الرب سبحانه وبحمده ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. شوف ربنا قال اللي بتدعون من دون الله ديل ما يملك قطمير اللفافة الفوق نواة التمرة الما عندها فايدة، اللي بتدعون من دون الله ديل كان أولياء كان صالحين كان غيرهم، قال لك ده ما بيملكوا القطمير ده الما عنده فايدة، كيف يملكوا لك نفع ولا ضر ولا ينزلوا لك مطر ولا يدوك حاجة تنفعك أو يدفعوا عنك ضر، ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. الله سمى شرك دعاء غير الله، الله قال ده شرك بالله، ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير.